السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا ثالث رح نبلش درس جديد في مادة العلوم، درس الثدييات. الآن انظر إلى المثال: أنا كائن حي يغطي جسمي الشعر، أجد كائنات صغيرة تشبهني ويستفيد مني الإنسان كثيرا. اسمي يذكر بأطول سورة في القرآن الكريم، فمن أنا؟ أحسنتم، البقرة. وإلى أي مجموعة من الحيوانات أنتمي؟ ذاتم الثدييات. وما صفات مجموعتي؟ ما صفات الثدييات يا ثالث؟ أحسنتم، تتكاثر في الولادة. تتكاثر بالولادة، تبدل صغارها، إذا تتكاثر بالولادة ترضع صغارها وتلد أطفال تشبه أبويها. هذه خصائص الثدييات. الآن أتأمل الصور ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. انظروا إلى مجموعة الحيوانات، جميعها تنتمي إلى الثدييات. الآن يا ثالث سنذكر معا كل حيوان وما يغطيه. الجمل، ماذا يغطي الجمل؟ أحسنتم، الوبر. أما الفهد، ماذا يغطيه؟ أبدعتم، الشعر. والخروف، ممتاز، يغطيه الصوف. أما القطة، أحسنت، يغطيه أيضا الشعر. إذا يا ثالث، ماذا يغطي جسم هذه الحيوانات؟ قلنا الجمل يغطيه الوبر، الفهد يغطيه الشعر، الخروف الصوف، أما القطة أيضا الشعر. كيف يتكاثر كل من هذه الحيوانات؟ أبدعتم، جميعهم يتكاثرون بالولادة. لنذكر أيضا هلأ يا ثالث مرة أخرى خصائص الثدييات. الثدييات تتكاثر بالولادة، ترضع صغارها، يغطي جسمها الشعر أو الصوف أو الوبر. الآن أضع دائرة حول اسم الحيوان الذي ينتمي إلى الثدييات. الحصان يا ثالث من الثدييات، أحسنتم، نعم. الزرافة، أبدعتم. السلحفاة، لا. النعامة، لا. الجمل، نعم، من الثدييات. والأفعى، أحسنتم، ليست من الثدييات. لنفكر معا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ما سلوك الخطأ الذي قامت به المرأة تجاه الهرة؟ أحسنتم، أنها حرمتها من الطعام. لم تطعمها يا ثالث، وأنها أيضا قامت بحبسها. هناك زملائي في سلوكات أخرى يقوم بها بعضنا نحو الحيوانات، مثل ضرب الحيوانات. في ناس يتألق قاموا بضرب الحيوانات ورموا عليهم حجارة، هذه كلها سلوكيات خاطئة، بيؤذوهم، بمنعوهم من الأكل. وهيك يا ثالث بنكون خلصنا حصتنا لليوم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نبلش الدرس الجديد. يعطيكم العافية.